صباح الخير على الجميع في فيديو جديد النهارده من قناة أروح فين منين التومي مابس. معاكم أحمد التومي. إحنا يا جماعة ده بداية الجزء الثالث من طريق الزعفرانة الغردقة. بنبدأ مع بعض من نفس النقطة اللي قفلنا فيها الجزء الثاني. فاضل على الغردقة حوالي 220 كيلو. ما حدش يزهق بقى. انا بحاول ما اطولش في الفيديوهات على اساس ايه لو هتتفرج يعني ما تملش وتبقى تكمل الاجزاء الاخرى في وقت فراغك، يعني مش ضروري ايه مش ضروري تاخدهم كلهم سوا الا لو انت متابع جيد للقناة. كده كده بينزلوا مثلا كل يوم جزء، ولا احيانا بينزل جزئين في اليوم، كلام من ده. بيقول لك هات السرعه، هات السرعه على اساس ان في ملف وفي يوتيرن اهو اللي عايز يلف ويرجع، وفي تمركز مطافي نقطه اطفاء كيلو ثلاثة. وعندك هنا تأمين الأفواج السياحية، المبنى اللي جنب ايه اللي جنب المطافي ده تأمين الأفواج السياحية. بتلاقيهم عاملين لجنة في الصيف بس، يعني تشيك في الفانات والأتوبيسات اللي معدية، اسألوا عن نوع الجنسية، كلام من ده، عايز محتاج تأمين معاه، كلام من ده. الاسفلت كويس اهو زي ما احنا شايفين، يعني في شوية ضعضعة كده خفيفة بس ايه بس كويس مش بطال يعني. الوصلة الأولانية دي ما فيهاش جبال للدرجة، يعني كلها صحراء ومجرداء لا زرع بها ولا ماء، البحر بس اهو على الشمال البحر الأحمر. Thank you.
عربيه صغيره بطوالي، راس غارب 60. الشمال دي محطة مية باينة يا جماعة، حاجة كده. شركات ومصانع وكلام من ده، حتى عاملين طواحين هوا اهي جوه على اليمين لتوليد الطاقة الكهربائية. الغردقة 209 بيقول لك احذر الأضرار.
استراحة كده مهجورة على الشمال اللي هي اللي عدت دي. نكتفي بهذا القدر من الجزء الثالث من الزعفرانة الغردقة، ونخش في الجزء الرابع. استاذن حضراتكم تفضلا وليس عمرا الاشتراك واللايك والشير للي عجبه الفيديو، واللي ما عجبوش يقول لي في التعليقات ما عجبكش ليه، ونشوفكم في الجزء الرابع من الزعفرانة الغردقة.